بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لليرنينج أو كم وان اللي بيكلمنا عن وير وير ار ذا فولكينوز اند ذا ايرثكويكس، لما اجي اختصرها زي ما بدأنا مع بعض يا حبايبي، زي ما جبنا لكم اللوكيشن بتاع الايرثكويكس والفولكينو والجلوبال. ادي اللوكيشن بتاع الايرثكويكس والفولكينو، باخد الخريطة بتاعته وبوقع مكان كل حاجة بالنسبة لللاتيتيود واللونجيتيود. اللونجيتيود اللي هي خطوط الطول اللي هي من النورث للساوث، اللاتيتيود اللي هي خطوط العرض، خطوط العرض من الايست للويست اللي هي الدليل عليها دول، خطوط العرض بتبقى كده اللي هي اللاتيتيود، اللونجيتيود بتبقى كده. بشوف الحاجة موجودة فين على الخريطة على الماب. ادي الماب بالنسبة لي، بوقع كل حاجة، اوقع مثلا الفولكينو بالاحمر والايرثكويكس بالازرق. لفت نظري ان لها ريجولار باترن. يعني ايه ريجولار باترن؟ يعني شكل هندسي متناسق معين. الشكل الهندسي المتناسق ده لانها على حدود البليد بتاعت الارض، يبقى احنا دخلنا في مصطلح جديد اسمه البليد. يعني ايه بليد؟ يعني الواح. الألواح دي بتشمل الكراست، سواء كانت أوشانك أو كونتيننتال كراست، مع الأبر موست بارت أوف مانتل. الأبر موست بارت أوف مانتل اللي هو الطبيعة بتاعته سوليد، مع الكراست بيعمل لي بليت اللي هي بنقول عليها ليسوسفيريك بليت. تمام. لفت نظري حاجة، ان حدود الليسوسفيريك بليتس ديت عبارة عن فولكانيك ايرابشن اريا اند ايرثكويكس، يعني دي تعتبر سنتر للايرثكويكس والفولكين. اللي قام بالدراسات ديت طبعا انواع مختلفة من العلماء، كتبهم لي بيقول لي انت عندك الجيولوجيست، ده الساينتست هو ستاديز ذا ماتيريال بروسيس اند هيستوري اوف زيرز، اللي بيدرس مادة الارض والعمليات اللي بتتم عليها وتاريخ الارض، ده اللي هو الجيولوجيست. لكن الجيو ساينتست ده الساينتست اللي هو العالم، هو ستاديز ذا بروسيس اوف ذا جيوسفير، اتموسفير، هيدروسفير، كرايوسفير اند بايوسفير اند اذر بلانتس. تمام. يعني تأثير كل من الغلافين الجو والمائي على الغلاف الصلب او على الارض نفسها اللي هي قلنا عليها ان اسمها جيوسفير. ولاده حبايبي عارفين الاسفيرز كلها، الجديد عليهم بس هو الكرايوسفير اللي هو الغلاف الصلب او الغلاف الثلجي. يبقى انا بالنسبه لي الجيوسفير هي الارض، والانتيريور ستراكشر بتاع الارض زي ما هنشوف بعد كده، ده الانتيريور ستراكشر بتاع الارض عند الانر كور وعند الاوتر كور وعند المانتل وعند الكراست. طب انا بدرس بليت تكتونيك، يعني عايز اعرف ايه هي البليت، يبقى هروح للصوره اللي بعد ديت. الكراست عند اللي هي فوق اللي هي ديت، عندي كونتيننتال كراست ودي اوشانيك كراست.
ده اللي هو السي او الاوشن فلور، ودي الكونتيننت نفسها. احنا عارفين ان الارض في حالة بالانس. لما اجي اربط بين الكلام ده وبين اللي انا خدته في سنة اولى، هعرف ان الكونتيننتال كراست ده هي بتتكون من مادة اسمها السيال. سيال درايفد فروم سيليكون اند الومنيوم. وهعرف ان الاوشانيك كراست ده هي بتتكون من مادة اسمها الصايمة. لما اتكلم عن الصايمة يعني درايفد فروم سيليكون اند ماغنيسيوم. السيال ده هي عبارة عن لايت جرانيتك روك، صخور جرانيتية خفيفة، خدناها ضمن الأسيدك، خدناها ضمن الفلسك. والأوشانيك كراست ده هيفي بازلتك روكس، دارك ميفك اند الترا ميفك. ماشي، عشان يبقى الويت والوزن بتاع ده هي بيساوي الويت بتاع ده. طب لما تيجي الاكسترنال فاكتور تكسر من هنا، تعمل عملية بريكنج داون، تعمل عملية دينيوديشن، تعمل وتنقل هنا، تعمل عملية ديبوزيشن هنا، يبقى انا عملت لايتن للاريا ديت او للريجون ديت، وعملت هيفنس تقل هيفي مور ويت على ديت. ربنا ادى الارض الابيليتي او الميكانيزم اللي تخليها تعمل ريتيرن لاتس بالانس تاني، زي الفيدباك ميكانيزم بتاعت الجسم. احنا طلبت ستيم، يعني الحاجات دي فكرنا عالي فيها. هتبدأ مين اللي هتقوم بدور التعادل الكلام ده؟ اللي هي طبقة الأسينوسفير، اللي هي اللور اوف ابر بارت اوف مانتل، اللي هي السيمي ليكويد. هتبدأ تعمل اسكيب او تعمل سلو فلو فروم اندر ذا ديبوزيشن ريجون. طبقة الأسينوسفير ديت اللي هي سيمي مولتي ماتيريال، عشان كده كاتب لي تحتها بلاستيك اهو، حاجة شكل الشوكولاتة كده. لما بتزيد على درجة الحرارة بتبقى ليكويد أو فلويد، بتعمل لي حاجة اسمها كونفكشن كارنت. الكونفكشن كارنت دي بسميها تيارات الحمل، لأنها بتحمل البليت وتتحرك بيها، تقوم تعمل لي حاجة اسمها موشن، بليت موشن. البليت موشن دي هندرسها تاني بالتفصيل. تمام، يبقى انا عندي الابر بارت اوف مانتل انا بشتغل عليها اهو، اللي هو 350 كيلو. الجزء العلوي منه اللي هو ريجيد دخل مع الكراست عمل لي البليت، والجزء السفلي منه عمل لي الاسينوسفير حرك البليت. تمام، ده اللي بيتكلم عنه في الجزء ده. ادي الليسوسفير بيقول لي اهوت ان هي الايرس كراست اند ذا ابر موست بارت اوف مانتل، والاسينوسفير هي اللور بارت، اللور اوف ابر بارت اوف مانتل ذات كام فلو فيري سلو. ماشي، وده هيبقى ليرنينج او كام فور. تمام، لو دخلنا على الجزء اللي بعد كده، ذا باترن اوف فولكينو اند ايرث كويكس، عشان نفهم الباترن بتاع الفولكينو والايرث كويكس عملنا لوكيشن او عملنا بلوتينج لاماكن الايرث كويكس والفولكينو اللي حصلت على مستوى العالم على مر التاريخ. لقيتها بتحدث على البوردر، على البويندرز بتاعت البليت، اللي هي قلنا عليها بتعمل لي تلات انواع من الموشن. ماشي،
اللي هي convergent blade boundaries و divergent blade boundaries و transform blade boundaries. تمام. هنا بيشرح لي يعني ايه lithospheric blade. بيقول لي rigid or thin segment، قطعة صلبة رفيعة، عبارة عن الايرث كراست والابر موست بارت بتاع المانتل، بيعملوا لي الليثوسفيريك بليت. كان بي ازيومد تو موف، يفترض انها تعمل موفينج هوريزونتالي اند ادجوينز اذر بليت، بتتحرك بالنسبه للبليت التانيه اللي حواليه. الحركه دي ممكن تكون تقاربيه اللي هي كونفيرجنت بليت باوندري موشن اللي هناخد الأمثلة بتاعتها بعد كده، أو ممكن تكون دايفيرجنت بتبعد عن بعضها، أو ممكن تكون بتنزلق جنب بعضها مع جزء من الضغط، بسميها حركة انزلاقية تطاحنية. الدايفيرجنت ديت كونستراكتف والكونفيرجنت ديت ديستراكتف، ماشي. حركتهم ديت هتتسبب لي في تكوين حاجات او تكون لي بنيات، من هنا جه اسم البليت تكتونيك، اللي هي البنيات اللي بتحدث من حركة البليتس. في نوع من الحركة اللي هي convergent blade boundary motion اللي هي الحركة التقاربية، بتتسبب في فولكينو، وهنشرحها بعد كده ازاي وليه. الفولكينو بتطلع السيمي مولتن ماتيريال اللي هي لو موجودة جوه الأرض بسميها ماجما، وخدنا الكلام ده في أولى ثانوي، ولو طلعت على السطح بسميها لافا. وهنعرف الفرق بين البازالتيك ماتيريال والكونتيننتال ماتيريال. تمام. عشان نفهم الكلام ده، انا عندي طبقة الاسينوسفيرة هي اللي هي قلنا عليها بلاستيك او سيمي مولتن لاير، اللي هي قلنا عليها اللاو او فورم الكونفكشن كارنت. الحركة بتيجي من الفاريشن اوف تمبريتشر اللي بتعمل فاريشن في الدينستي، والفاريشن في الدينستي هو اللي بيعمل الموفمنت. الابورد كونفكشن كارنت بتعمل لي الميد اوشن ريدج. لو ساعدتك كده خدت ساب مارين ونزلت في المنطقة اللي فيها الميد اوشن ريدج، هتحس ان هو زي جبل على طول الميد اوشن ريدج، ارتفاعه من 1000 ل 2000 متر وطوله 50,000 كيلو متر. الجبل ده له قمة، القمة دي فيها جزء مقعر لأسفل، المجرى بتاعها ده كله بسميه ريفت فالي. لما الكونفكشن كارنت بتطلع لفوق بترجع تنسحب وتنزل تاني لتحت، بتعمل لي الداون وورد كونفكشن كارنت. الداون وورد كونفكشن كارنت ده اهي، الداون وورد كونفكشن كارنت ده اهي، بتسحب لي الاوشانك بليت تنزلها تحت الكونتيننتال بليت، يعني بتعمل لي السبدكشن زون اللي هي الترينشز اللي هي بنقول عليها بالعربي الاغوار. وهي طالعة كده بتعمل بوشنج فورس، بتعمل لي سمول فراكشر، سمول فراكشر، سمول فيري ثين فراكشر بارلل تو الميد اوشن ريدج فيل ويز لافا.
بتتملى باللافا، تقوم يحصل لها عملية اولنجيشن، تقوم تعمل لي نيو وشانك بليت. عشان كده الدايفيرجنت باوندري موشن بقول عليها كونستراكتيف موشن، لانها بتبني لي بليت جديده. طب تعالى شوف عند السبدكشن، لما هتنزل الاوشانك بليت تحت الكونتيننتال بليت ايه اللي هيحصل لها؟ هيحصل لها عمليه ريميلتنج. يعني ايه هيحصل لها ريميلتنج؟ هيعاد صهرها، تعمل لي هيتروجينيوس ماجما، تعمل لي امبالانس، تبدأ تتحرك. لما تلاقي ويك بوينت او ويك اريا تقوم تطلع منها تعمل لي الفولكينو. عشان كده السبدكشن زون ديت هي السنتر بتاع الايرثكويكس والفولكينو. عشان كده لما اجي اعمل بلوتنج للايرثكويكس والفولكينو هتوضح لي الباوندري. ولانها فيري اكتيف اريا الموجوده في التوب بتاع الباسيفيك اوشن من فوق، بسميها فاير رينج. كل الكلام ده هيقعد شرحه كتير في الاجزاء اللي جايه. يعني انا عندي الترم الاول كله بليت تكتونيك. لو انا نزلت تحت شويه ادى عملية البلوتينج بتاعة الايرثكويكس والفولكينو، ماشي. لو انا لاحظت كده ان هلاقيها عاملة باترن في المنطقة دي، نشطة اوي في المنطقة دي كده، عشان كده بسمي المنطقة دي كلها رينج اوف فاير. المنطقة دي اهي كده رينج اوف فاير. رينج اوف فاير بين ايه؟ بين الايرو اسيان بليت وبين النورث امريكان بليت. في عندي بقى الواح صغيره زي الفليبيان بليت واندستراليان بليت. ولو رحت ناحيه امريكا يبقى عندي نازاكا بليت، لو رحت تحت شويه تبقى سكوتيا بليت وانتراتيك اراكتيك بليت. كل دي بليت. طيب يبقى الميد اوشن ريدج عباره عن ايه؟ جبال متصله كونتينيوس mountain extending through the north and south of Atlantic Ocean، ماشي، الانديان اوشن والساوث باسيفيك اوشن. طب الريفت فالي اللي هو التوب بتاع الايه؟ بتاع الميد اوشن ريدج. قال لي ديب سنترال كليف ان ذا ايه؟ ان ذا كريست اوف ميد اوشن ريدج. حتة عميقة كده يعني شديدة الميل من على الجناب، عاملة لي قوس لتحت على قمة الميد اوشن ريدج، على قمة الجبل اللي موجود في وسط المحيط. ماشي، لو انا بصيت للصورة ديت بيقول لي الخط الاحمر ده بيوضح لي الالواح اللي بتبعد عن بعضها اللي هي الدايفيرجنت بليت باوندرز، والسمرة دي كونفيرجنت بليت باوندرز، ماشي، والصفرة ديت اللي هي ترانسفورم باوندرز. أشهرها الحتة بتاعت ساندرياس. ماشي، الحتت اللي فيها تداخل مش واضح للأنواع التلاتة الباقيين دولي، الحركة فيها بميل شوية، بسماها ديفيوز بورلي defined boundaries. خلاص حبايبي، احنا اتكلمنا عن الرينج فاير اللي موجود في النورث بتاع الباسيفيك اوشن. الخزان بتاع المجمى بتاعه اللي تحت اسمه هوت سبوت. شكل الجبل اللي موجود على الميد اوشن ريدج اسمه سي ماونت. الويفز اللي طالعه
من الحركة ديت اللي هي sudden motion or shaking في الايرث دي بسميها earthquakes. الويفز اللي طالعة عن الايرثكويكس دي بتكلمني في حاجات كتير لها ليرنينج او ارقام خاص بيها. لو انا بصيت عندي ادي الرينج فاير اهو، وادي السمول بليت موجوده اهي، هنا النزاكا بليت، هنا اندوستراليان بليت، هنا الفلبينيان بليت، ماشي، هنا الانتراكتيك بليت اهيت وتكملتها اهيت، دي السكوت بليت، وده بيوضح لي اتجاه الحركه. تمام. بعد كده لما الايرثكويكس قلنا هيحصل ايرثكويكس يبقى له فوكس اللي هي الفوكاي والايبي سنتر. الفوكاي اللي هي النقطه اللي بتبدا عندها الليبريت بتاع الويف، الايبي سنتر المنطقه اللي فوقها بالظبط. ادي مديني مثال على الاسترايك سليب فولت اللي هو يعتبر من الايرثكويكس، او يعتبر الاسترايك سليب موفمنت او بوردر اللي هي زي الساندرياس فولت على مثال عالمي عندنا في مصر الاجابا جلف، وده فيري ديستراكتيف. هنا بيكلمني عن الساندرياس فولت، بيقول لي ساندرياس فولت ان كاليفورنيا doesn't involve volcano، ما صاحبوش براكين، بس هو خسف كبير تسبب في اختفاء تجمعات سكنية كبيرة موجودة عندهم في غرب أمريكا. تمام. أشوفكم في الليرنينج أوتكام الجاية. أنا كده غطيت ده على أحسن ما يكون.